إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، إن من أصول الإيمان وشروط لا إله إلا الله القبول والإذعان والاستسلام لما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الحق. الاستسلام الظاهر والباطن، لأن الإيمان هو الإقرار، الإقرار والشهادة لا يشوبها الشك بأن ما جاء من عند الله تبارك وتعالى هو الحق وما خالف ذلك هو الباطل. انشراح الصدر لهذه العقيدة، لهذا المبدأ، الرضا بالإسلام، بكتابه، بسنته، بشرائعه، بأخلاقياته، بسننه، الرضا بكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان من حقق هذه المبادئ الثلاث: الرضا بالله تبارك وتعالى ربا خالقا ومالكا ومتصرفا في الكون ومعبودا بحق، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. من لم يرضى بشرع الله وبالإسلام ولم ينشرح صدره للحق فإنه ليس في عداد المسلمين.
بل هو إما منافق يعلن الإسلام ويبطن الكفر، وإما كافر ظاهر الكفر والإلحاد، لأن أصل الإيمان والركن الأساس في الإيمان هو الرضا القلب وقبول القلب وإذعان القلب للحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا من كره الحق ودافع الحق ومانع الإسلام وكافح في صد دين الله تبارك وتعالى وتحقيق شرعه فإنه على خطر، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. الإسلام دين الحق بكل ما جاء فيه، بكل ما جاء فيه من العبادات، من العقائد، من الأخلاق، من الأحكام، من القوانين، من الشرائع، وبالإسلام دينا، إذ لا يقبل الله تبارك وتعالى التجزئة، ولا يقبل تبارك وتعالى إيمان بعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أيها المسلم، ما دام وأنت مسلم فإن الإسلام يتطلب أن تكون مسلما في الظاهر والباطن، أن تنقاد للحق الذي جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. أما أن تكره بعض شرع الله، تكره من قلبك، فإن هذا من نواقض الإيمان ولا شك. إن من يكره الإسلام ويكره الحق ويكره التوحيد ويكره السنة ويكره تطبيق شرع الله في أرضه، إنه إما منافق أو كافر. وهكذا كان الشأن عبر التاريخ، وهذا حكم الله تبارك وتعالى على عباده. يقول تبارك وتعالى: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. من هؤلاء الذين يكرهون الحق الذي جاء من عند الله، الكتب المنزلة من عند الله وما جاء به أنبياء الله تبارك وتعالى؟ من هؤلاء الذين يكرهون ويدفعون هذا الحق؟ هم الكفار، هم المشركون. ولهذا الله تبارك وتعالى أعطى هذه السمة، سمة الكفر والشرك. من لا يحب إعلاء كلمة الله؟ المسلم مطالب في الأصل، المسلم مطالب في الأصل وبمقتضى الإيمان وبموجب العقيدة، مطالب أن يبذل النفس والنفيس في سبيل إعزاز دين الله تبارك وتعالى، في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فكيف ينقلب على هذا المبدأ؟ وكيف يحارب هذا المبدأ
ومع ذلك يبقى في هذا الوصف وفي هذه الصفة، وهي صفة الإيمان. اللهم إلا إذا كان جاهلا لا يدري هذا الحق ويظنه باطلا، ومن يعذر في جهله لكن مسلم يعلم أن هذا حق، هو شرع الله، هو كتاب الله، هو سنة الحبيب، ومع ذلك يبذل قصارى جهده في محاربة هذا الدين، في محاربة تطبيق شرع الله في أرضه، إن هذا من التناقض ومن المفارقات العجيبة. يقول تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من ذا الذي يكره إظهار دين الله تبارك وتعالى وإعلاء كلمته؟ المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، ليعليه على كل القوانين والأنظمة الأرضية، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن لا يكره ظهور الدين وظهور الإسلام وظهور الحق إلا مشرك، كافر، ملحد، منافق يتستر في الإسلام. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والذين كفروا فتعسا لهم، أي هلاكا لهم. ليش؟ والذين كفروا فتعسا لهم، لماذا؟ لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، لا يستقيم لهم عمل، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة. لماذا؟ لأن أصل الإيمان لم يستقر فيه، ألا وهو الرضا وطمأنينة القلب واستسلام الضمير للحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. فمن لم يثبت هذا المبدأ في قلبه فالله تبارك وتعالى يبطل جميع أعماله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أبطلها، لن يكون عملا صالحا متقبلا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا من كان مؤمنا. أما الكافر المنافق الملحد فمهما عمل فإن عمله باطل، إن عمله لن يستقر ولن يثاب عليه، لفقدان الشرط الأساسي في قبول العمل، ألا وهو إيمان صاحبه. بل الله تبارك وتعالى أيها الأحبة في الله أشد من هذا، ذكر أن من يطيع هؤلاء الذين يكرهون الحق في بعض أمرهم ذكر تبارك وتعالى أنه يحبط عمله. مش أنك تكره الحق، لكن تطيع من يكره الحق في بعض أمره، فإن ذلك كاف في إحباط عملك.
يقول تبارك وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. من كره دين الله وكره تطبيق شرع الله في أرضه فقد كره رضوان الله وكره الجنة وكره الخير كله. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. إذا كان طاعة هؤلاء في بعض أمرهم بهذه المثابة، فكيف بمن يكره الحق من صميم قلبه؟ لتكن الحقائق واضحة، إنه من العجب العجاب أن تقوم شعوب مسلمة وطوائف مسلمة في مدافعة تطبيق شرع الله في أرضه، في ممانعة تحكيم شرع الله في أرضه، ومع ذلك تمتلئ المساجد بهم عند الصلاة، ومع ذلك يتزاحمون في أبواب المساجد ويحاربون شرع الله وتطبيق شرعه في أرضه. إن هذا من المفارقات العجيبة، وإن هذا من المناقضات العجيبة، وإن هذا من نتائج الجهل وفرط الجهل بشرع الله تبارك وتعالى. على المسلم أن ينقاد لشرعه ويستسلم لأمر الله، مش في الظاهر فقط، مش في الظاهر فقط، فإن الاستسلام الظاهر لوحده هو طريق المنافقين. لأن المنافق فعلا يصلي، لأن المنافق فعلا يصوم، لأن المنافق فعلا يحج ويعتمر، لأن المنافق فعلا يحضر بعض المشاهد، لكن في باطن أمره في قلبه لا يصدق ولا يقر ولا يستسلم ولا يذعن، وإنما يتربص الدوائر بالحق وأهله. إن هذا من النفاق، بل هو من النفاق الأكبر المخرج عن الملة، لأن من أصل والركن الأساسي من أركان الإيمان هو القبول والإذعان، الإقرار، الإنشراح، الرضا بهذا الدين. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظ، أقسم تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة بأنه لا يؤمن، أو الناس لا يؤمنون، حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير. طيب، التحكيم والتحاكم إليه وحده لا ينفع، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فيستسلموا ظاهرا وباطنا، ينقادوا للحق الذي حكمت به في الظاهر والباطن، ويسلموا تسليما. في صحيح البخاري وغيره من حديث عروة بن الزبير قال: خاصم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا من الأنصار من أهل بدر،
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شراج الحرة. شراج الحرة، الشراج هو مسيل الماء من الهضبات إلى السهل. كان لهما، أي للزبير ولهذا الأنصاري، كان لهما حائطان من النخل متجاوران، فتنازع في شراج الحرة فتحاكما وتخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، لأن نخل الزبير كان إلى جانب الشراج، فكان هو المحق. فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أوصاه بشيء من السعة، أوصاه بشيء من التنازل. قال له: اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك أتحكم له على الشان؟ هو ابن عمتك. وكان الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتحكم له من أجل القرابة؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. استوعى له حقه بعدما فعل الأنصاري ما فعل، استوعى له صلى الله عليه وسلم، أي للزبير، حقه، ولم يظلم الأنصاري أبدا. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في هذا، في أي شيء؟ ومن هي هذه الآية؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بنظرة عابرة واطلاع لأحوال المسلمين اليوم، تجد أن من يمانع الإسلام ويدافع تطبيق شرع الله ويقيم المظاهرات والاحتجاجات لأي شيء، لأي شيء، لئلا يحكم شرع الله في أرضه. هؤلاء هم المسلمون، هؤلاء هم المصلون، لكن من فرط الجهل ومن قلة الدين ومن ضعف الإيمان وأحياناً من أجل الردة عند البعض والإلحاد والكفر وبغض هذا الدين، تجد هذه المظاهر شائعة. وكان المفروض وكان الواجب على المسلمين أن يقوموا بكل ما يمكن، بكل الطرق الممكنة لاستعادة شرع الله في أرضه، لإعادة تحكيم شرع الله في أرضه، لإعادة ذلك الحق المغصوب، لرفض القوانين الوضعية المستوردة من الغرب والشرق التي أذلت المسلمين، التي أدت المسلمين إلى هذا الوضع المهين. كان على المسلم أن يكافح وأن يبذل النفس والنفيس في تحقيق شرع الله وتحكيم قوانينه وشرعه في أرضه، فكيف يقوم في صد ذلك؟ فكيف يمانع؟ فكيف ينازع؟ فكيف يقاتل؟ فكيف يدفع ويبذل النفس والنفس؟ على العكس،
هذا مبدأ لا يقبل النقاش، هذه عقيدة لا تقبل النزاع، هذا أمر لا يصوغ فيه الشك، يقين قاطع، إيمان بلا شك بأن ما جاء من عند الله تبارك وتعالى هو الحق الذي يجب على المسلم والمؤمن أن يقوم إلى جنبه، أن يعمل طول حياته وطول ساعاته في إظهاره وإعلائه على سائر الأديان والقوانين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.